بس. هون بيحكوا لك الشجاعه انك تدافع عن معتقداتك. احتمال يكونوا انتوا مختلفين عن بعض، مثلا انت شايف شخص مختلف عن من مدينه اخرى بعيده عنك، وانت بتراقبه من بعيد او انتوا على تواصل عن بعد، ويمكن هذا الشخص مثلا طلب منك مثلا يتغير شيء فيك وانت رفضت فهو رحل، واحتمال انك انت بتفكر فيه برده بكثره، واحتمال انه انت حاسس بالرضا من يعني عن نفسك في هاي العلاقة، حاسس انك انت سيد هاي العلاقة. يعني طيب هون بيحكوا لك مسح الفضاء الخاص بك، تخلص من الفوضى، وضح الطاقة، وأوضح الطاقة من حولك. احتمال ان انت بتمر بفوضى، مثلا فوضى تفكير، عندك فوضى في العقل، يعني مش عقلك ماله اشي، لكن ان انت حس انك انت مخربط بين هاي العلاقة وبين شو صار والاحداث والانفصال. حسب انا شكلكو شخص هذا حس بالانفصال من ناحيتك، يمكن انتو انفصلتوا مؤخرا عن هذا الشخص وانت ضليت قاعد محلك ورحل، يمكن انت ضليت يعني على موقفك، لانه يقول لك خليك على موقفك ودافع عن موقفك، وانت ضليت على موقفك ثابت، يعني الاشي اللي انت بتريده مش الشخص اللي بريده، وهو رحل تركك ورحل، لكن الشخص اللي بحبك برضه. بس هو انا شايفه انه في طاقة الزواج، خلينا نشوف لانه بتروح احداث بقى. طب خليني اشكركم كمان عشان نخلص من النصائح. هي بحسها نصائح لإلكوا، يعني زي إشارة إلكوا ونصيحة يمكن إنتوا بتفتقدوها ومحتاجينها. الشخص يجي ينصحك مثلا اعمل كذا وكذا وكذا، ممكن وهذا اللي كله نفس الإشي. هون بيحكوا لك البراءة كيف يتم استدعائك للتقدم والقيادة. هون بيحكوا لك خليك قيادي وعلى موقفك، مين بيستدعوك انك انت عشان تتولى القيادة؟ يمكن انت تتولى القيادة في هاي العلاقة، يمكن انت قعدت فترة طويلة تتنازل وفجأة خلاص صار وقت انك انت لازم انت تتولى القيادة. خلينا نشوف تتولى القيادة طبعا في هاي العلاقة، خلينا نشوف اكتر عشان نعرف كمان شو ديسبشن. شكله في اقنع في هذه العلاقة، شكله في حدا منكم لابس قناع، وانا بالارجح بحكي انت يا برج العقرب، انت لابس قناع الرضا بالنفس وتحقيق الانجازات، وانك عنيد وانك انت مكابر، وانه رحيل هذا الشخص ما هزك نهائيا، ولبست هذا القناع، ففي قناع في الموضوع او خداع، لانك انت حاسس ان في شغف في العلاقة بشع. اسمح لروحك ان تغني، يمكن انت يمكن ما اعترفتش لهذا الشخص او لو اعترفت له بس صار في بينكم نقاش خلى الشخص هذا يروح، انه حسيت انت انك لازم تعاند. بس هون بيحكوا لك انه في شغف في هاي العلاقة وفي قناع، فبحس انه انت يا برج العقرب اللي لابس هذا القناع. هذا الشخص حاليا طاقته تو اوف كابس والجسد، من هذا الشخص يكون في زواج او ارتبط في شخص اخر غير جويا برج العقرب، واحتمال هذا الشخص انه يكون احساسه من ناحيتك التو اوف كابس الحب، ولكن حس ان هذا الحب انقطع، لانه هو انا شفته في الطاقة تبعته متوازن، لكن حس انه يعني من ناحيتك انت هو لسه بحبك،
فهو حتى مشاعره بده يحكينا انه هو زعلان منك جدا جدا، لان انت خليته يرحل. بس بعد معاناة كتير معاك بالجرح، الشخص اللي شكله عينه معاك كتير كتير كتير. خلينا نشوف، بحب اوضح عشان اعرف اكتر، لان انتو بدكم مخين يا برج العقرب مش مخ. من هذا الشخص قطع العلاقة معاك وارتبط في زواج اخر، في علاقة اخرى. الشخص هذا احتمال كتير انه دخل في علاقة اخرى غيرك يا برج العقرب وبيحتفل فيها، لانه هو حاسس انه من العدل انه يقطع علاقته معك، لانه حاسس انه هو طلع خسران من هاي العلاقه. وانت يا برج العقرب عارف هذا الشيء، انت حاسس انك انت مشيته وهو مخدول. فهو الشخص هذا البعض منكم احتمال هو بمر في انفصال، اذا كان هذا الشخص مرتبط فهو بمر في انفصال عن الشخص اللي هو مرتبط فيه. واحتمال بس انا حاسسها ان هذا الشخص حاليا يعيش سعادة الاسرة. لو مش مرتبط او مش مرتبطش في علاقة اخرى، بس هو حاليا بيحتفل مع اسرته لانه طاقته متوازنة جدا جدا جدا. وحاسس القطع هذا الجاس من ناحيتكم انتو، كأنه قطع نهائي معاكم وتباعد الشخص تباعد عنكم. حاسسها هاي الطاقة تشمل علاقتكم، وانا بحس دايما هاي الطاقة بتكون طاقته من ناحية العلاقة. فحاسس ان هذا الشخص احتمال كبير انه في علاقة اخرى، او في اسرته زواجه، حاليا بيحتفل في اسرته في زواج في نجاح مشروع، لكن انا حاسسها انه ارتباط، صار عند هذا الشخص ارتباط غيرك يا برج العقرب، بسبب انه حاس انه لازم يقطع هاي العلاقة، ولانه حس حاله انه انخدل كتير في هاي العلاقة او انخدع. هو حاسس من ناحيتك العشر، لا احكي لك انه انت عندك باشن، انت اللي عندك احساس اللي ده الديسبشن، انت اللي حاطط قناع، لانه انت حاسس بالرضا باللي عملته، لكن عندك لسه باشن، عندك شغف، وانت في موقف مع نفسك لازم تكون قوي او تبين للشخص ده انك قوي. طيب هو حاليا مشاعر من ناحيتك العشر سولانجات، تين اوف وند والتاور. الشخص هذا حاسس هلا زعلان منك جدا 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 يا برج العقرب، وحاسس بانهيار صابه بعد هاي العلاقه، وكانه حمل كل اوجاع وكل شيء من هاي العلاقه ورحل وتباعد عنك يا برج العقرب. عفوا يا جماعة، بس ابني متقاتل مع القطة تبعته. طيب خلينا نشوف الشخص هذا، حس حاله زعلان وحزين وكأنه خلص، يعني قوته خلصت لحد هون، يعني نفذت طاقته، طاقته كلياتها نفذت في هاي العلاقة، فسحب حاله وقرر انه خلص ينفصل ويتباعد ويحمي مشاعره وكل شيء في هاي العلاقة، وكأنه بكامل قوته طلع من هاي العلاقة، لكن يعني بقوة دفع نفسه بقوة كبيرة لحتى يطلع من هاي العلاقة، رغم انه هو الشخص اللي بحبه كان، لكنه فضل انه يطلع من هاي العلاقة، لانه صار في غدر او صار في شيء زي الصاعقة في هاي العلاقة، فجرت هاي العلاقة وكل شخص منكم راح حدا. على فكرة انت تأذيت يا برج العقرب وهو تأذى نفس الاشي، يعني انتو تأذيتوا نفسيا، ولكن كل شخص اظهر للتاني العكس.
احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج، في زواج وانفصلتوا عن بعض، او في خطوبة كان فيها كتب كتاب، والشخص هذا قرر انه يعني هو بسبب احتمال شافك انت تزوجت برج العقرب، وصلت بين نارين، فقرر انه يحمل شعور الاستقرار معك واحساسه بانه يكون هو الشخص المناسب معك، لانه هو شايفك انك انت الشخص المناسب اللي هو بيتمنى يكون معاه، لكن حمل كل وجعه هذا ورحل. طب خلينا نشوف، يمكن انت وضحت له وفاجأته انك انت بدك تدخل علاقة تانية او بدك تتزوج للبعض منكم، للبعض منكم هو صرح انه بده يفوت في علاقة اخرى او فات في علاقة اخرى وتزوج. في شخص منكم ترك الطرف الاخر بسبب زواج او دخول طرف اخر في حياته، يا انت يا برج العقرب يا الشخص هذا. طب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انه هيفهم، وشايفك انك انت مكابر، كمان شايف ان انت عند قرارك بتاخد قرار واحد خلاص، شايفك اثناء العلاقة انك انت الاشي اللي معتقد فيه بضل ماسك فيه، رأيك بضل ماسك فيه، اعتقادك بضل ماسك فيه، وهو فعلا هون بقول لك خليك ماسك في اعتقاداتك، خليك شجاع. احتمال ان انتوا تكونوا من دول اخرى، من جنسية اخرى، لانه هو شايفك برضه من جنسية اخرى ومن بلاد بعيدة. اذا انتوا كنتوا منفصلين عن علاقة فيش فيها زواج، بس اذا انتوا كنتوا في زواج هو شايفك انك انت اللي الك السلطة انك تقرر هل انه تكملوا مع بعض او تتركوا، وكأنه انت توجهت للانفصال مش هو اذا كنتوا في زواج. إذا كانت علاقة عاطفية حب، فهو شايفك إنك أنت برضو إلك السلطة، إلك سلطة كبيرة في بين الأشخاص، أنت شخص مشهور في عائلتك بإنك أنت الشخص مثلا اللي بياخد رأيك أو بيستشيره في كل المواضيع. وشايفك انك انت الناس تتوجه لك لحتى تستشفي ولحتى يستشيروك، زي ما حكيت لك هو شايفك مستشار، وشايفك انك انت الك الكلمة الواحدة، صاحب الكلمة الواحدة، اذا حكيت خلاص يعني خلاص، انتهى يعني انتهى، وشايفك انك انت بتتراجعش عن كلامك نهائيا، وشايفك نوعا ما دائما بين المايل للهدوء وبتحب انت تسبق الحدث، انت بتحب تسبق الحدث لانه بشوفك انه انت احساسك عالي جدا، فبشوفك انك انت دائما بتسبق الاحداث. يعني اذا كنت في علاقه متعبه انت قررت تنفصل عن هذا الشخص لانك مثلا حكيت انه خلص يعني مش راح نقدر نتزوج، اذا انتوا كنتوا مختلفين في الجنسيه في العقيده في المسافات مثلا، شافك انه انت سبقت الاحداث وقررت انك تنفصل لانه مثلا صعب انكم تتزوجوا، وشافك انك انت سبقت الاحداث وقطعت معي وانفصلت، وشافك انك تسبق الحدث، وشافك انه انت بتحاول تتوازن، انه شافك انك انت مالك اشي، يا اما انت طالع من علاقة اتعبتك او انت في علاقة خلتك تسكر قلبك، ولو حتى فتت مع هذا الشخص في علاقة انت خليت عقدة الماضي هي تتحكم فيك في هاي العلاقة، فهو حاسك انك انت مش قادر مخربط، مش قادر توازن بين مشاعرك الحقيقية والاعجاب، فهو شافك انك انت بسبب انه انت يعني مرقت في علاقة
خلتك تتجنب العلاقات الأخرى أو تتجنب الأشخاص العلاقات العاطفية. يعني إذا أنت مرقت في علاقة فيها خيانة وغدر كتير، هو عارف إن أنت مرقت في هاي العلاقات ولكنك أنت لسه مش متوازن، وشخصيتك هو مش قادر يقرأها لأنه شايفك إنك أنت بتحاول تكون متساوي، لكن إلا يصير عندك ميول لجهة أخرى، لطرف آخر، للماضي، للإعجاب، لعلاقة جسدية فقط، وشايفك إنك أنت بتميل لشيء آخر غير يعني بتميز بين شيء غير الآخر، يعني يمكن بتميز بين مشاعرك الحقيقية الصادقة ومشاعرك نحو الماضي والخذلان والحدث فيك في السابق، حتى لو سواء من هاي العلاقة. إذا هذا الشخص مثلا غلط معك قبل هالمرة ورجع، فأنت وقفت قبالة وقعدت تقارن في اللي حصل في الماضي، شايفك إنك أنت بتنساش الماضي. يعني إذا هو مثلا انفصل عنك قبل هالمرة ورجع عاد انفصل عنك، هو عارف إنك أنت خلاص بتبلش تقل محبتك للشخص، بتبلش يعني تموت مشاعرك شوي شوي، شيء ورا شيء، يعني شيء تلو الشيء. هو شايفك انك انت كمان طيب روحاني، لكنك انت منغلق على نفسك، وانت لما تزعل تاخد وقت طويل تطلع من الزعل، تاخد وقت طويل لما انت تتوازن، ترجع تتوازن، ترجع كما كنت. هو شايفك انك انت شخصيتك صعبة وانت تسبق الاحداث. اذا انت انتوا كنتوا مختلفين، او انت في علاقة، في زواج، في ارتباط اسري، في عادات وتقاليد، فانت بتفضل انك انت تضل متباعد وتسبق الحدث وتقطع. وإذا أنتوا كنتوا يعني قررتوا الزواج وفجأة قطعتوا هذا القرار وابتعدتوا عن بعض، فشبك إنك أنت زي أعطيتوا وعد في الزواج وتباعدت وهربت من العلاقة، طلعت. طيب احتمال هو شبك إنك أنت داخل في زواج لهيك هو قطع. خلينا نشوف شو مشارك أنت برج العقرب عشان أقدر أرفع. شو مشارك من ناحية هذا الشخص برج العقرب؟ أنت حس حالك في علاقة ثنائية. أنت حس إن هذا الطرف، هذا الشخص عفوا دخل الطرف الآخر، لكنك مش قادر تقدم القدم، مش قادر تنسى الماضي زي ما هو شايفك، مش قادر تنسى الماضي نهائيا. وقفت عند الماضي، وقفت الذاكرة كليتها عند الماضي. طيب هل انت بتحبه يا برج العقرب؟ تحس التوازن محيطه، تتوازن، تحس بالتوازن. انت بتحكي برجلك، لكن انت حاسس ان هذا الشخص يقول لك شيء في المصير. انت حس انه مصير، وهو بيوازن مشاعرك، هو الشخص الوحيد اللي بيوازن مشاعرك، هو اللي بيخليك انت تستعيد الحب وترجع تتوازن، تقدر ترجع تكمل هدفك في الحياة. لكنك انت حزين زي ما هو شايفك ان انت حزين، فانت شايفة فانت حزين وفاقد هذا الشخص. انت كنت تحس معاه بالعطاء الدائم، الشخص هذا كان يعطيك كتير، وكنت تحس انه دائما هو عجلة الحظ بالنسبة لك، وانت زعلان عنده مفتقدة جدا، فانت اللي لابس القناع، انت اللي لابس القناع. انت قررت تحط حد
لأنك أنت شفت هذا الشخص بيحاول يفوت ويطلع على كيفه، يعني بيرجع بروح وبرجع بروح، فأنت قررت إنك تجمد مشاعرك وقلبك وتحمي قلبك وتحط حد لهي العلاقة. طيب هو شو نواياه؟ يمكن هو يكون شخص برج الميزان، أنت حاسه إنه عادل وإنه طيب، وأنت حاسه إنه كريم، كريم في المشاعر، كريم في كل شيء. مع اني لسه ما شفتش ان انت يعني، بس انت زعلان عليه. وانا من برج السرطان، السرطان والدلو. من انت بتعمل مع برج الدلو؟ لان بقدرش اقولك انت برج الدلو، انت برج العقرب. وفي طاقة، في الطاقة المائية. طيب شو نواياه؟ شو خطبته؟ هو نواياه انه يعرض عليه فرصة جديدة، بداية جديدة. بس هو بده بداية جديدة، لكن هذا الشخص بده تكون معه في أثناء العلاقة اللي هو فيها. نوايا إنه وجود طرف آخر من العائلة، سواء من عائلتك رفض العلاقة، سواء من عائلته، هو بده بداية جديدة معاه. وجود طرف آخر، هو بده بداية، حتى يعني أكتر بده ناوي يمكن شراكة مادية، عمل مع بعض. لكنه انا مش عاجبني الدفل، خطوة الدفل، خطوة الدفل محيط. الدفل الوارد كمان، هذا الشخص خطوته انه يجي غضبان ويحطك في الصورة، يحطك في الصورة. لكن مش عارف، انا حاسس انه الشخص هذا بيجي يرجع يعلقك فيه ويروح، يرجع لمنزله، او ينتقم منك ويرجع لمنزله. خلينا نشوف بالضبط هل هذا الشخص ناوي ينتقم منك يا برج العقرب؟ طب مش حلو. طب شو ناوي يعمل فيك؟ بده يخليك تنتظر، تنتظر، تنتظر رجوعه. بده الشخص هذا خطوته القادمة بده يظهر أمامك كشخص ناجح في حياته، ولكن بده يتابع حياته الأسرية. الشخص ده بده يعمل لك إشي تخليك تنتظر، يمكن إنه يعرض عليك عرض ويروح، عرض عمل، عرض عمل. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض عمل، ولكن اثناء استكشاف كل العرض هذا، الشخص هذا يتركك ويروح، يروح يرجع لاستقراره. الشخص هذا يبكي يا جماعه، وينتظر زي ما انت بتنتظر، يعني زي بالعين، العين بالعين، والسن بالسن البادئ اصلا. وكانه بده يعمل زي كيف انت بتنتظر انه هو يرجع، هو نفس الشيء انه ينتظرك. انت كيف تتصرف في برج العقرب اذا رجع هذا الشخص؟ ما تاخذش قرار بسرعه، فكر بعمق وتباعد، لان هذا الشخص شكله بينتقم منك. طيب هل هذا الشخص بحبك؟ بحبك جدا جدا، بس هو مفروس من اللي عملته فيه، مفروس بشراسه كمان، يعني
بغل، وكأنه بده يحطك بنفس الموقف اللي حطته فيه. بس مش لأنه بده يأذيك، لا، مش شايف إنه فيها أذية، بس هو بده إياك تحس اللي هو حس فيه. بس هو بحبك، بس أنت يعني خلينا شو بركي أنت بتعرف إنه أطلع من لحظة شوف طلع لنا برج الحوت، ما إنه أنت بتتعامل مع برج الميزان كمان. نفس الاشي يعني. انت خليك انت بعد وانتظر. فتح عينك المغلقة وخليك في نفسك، خليك غامض شوي وانتظر هذا الشخص على فعله. ان هذا الشخص بده ينطرك او بده يحسسك نفس الشعور اللي هو حس فيه. طيب خلينا اشوف شو نهاية هاي العلاقة وشو نهاية القراءة هاي، شو بده يصير. الصمت، انت رح تلتزم الصمت، رح يكون في فترة صمت طويلة بيناتكم، لأن الشخص هذا حاسس إنك أنت دخلت طرف آخر، خطبت، اتزوجت، و أو تركته بسبب طرف آخر. فالشخص هذا بده يحطك، الشخص هذا احتمال انه يفرجيك انه هو خطب ورحل عنك وتركك وفضل الزواج والاستقرار. خطته بده يعمل فيك شو انت عملت فيه برج العقرب، بده يعمل فيك هذا الشخص يعني انتقام. وبرج الجديد، برج الحوت و برج الميزان، برج الثور. برج الميزان طلعنا مرتين وهون متوازن، احتمال يكون شايفك مش متوازن. بس خلينا نشوف هون برج السرطان، برج الجوزاء وبس والدم. احتمال عندنا طاقات هوائية مائية ونارية وترابية، يعني كل القراءة طاغية عليها كل الطاقات. يعني شكلكم انتوا طاقتكم شوية بتروح وبتيجي، يعني قاعدين بتعاندوا في بعض، و يعني كبريائكم عالي، فكل واحد بده يزيد الدعس على التاني. مش لا دعسة البنزين او دعسة الفل، الفل في العمايل او في الانتقامات. بس مش انتقامات انها مؤذية، لا، انتقامات انه انت كيف عملت فيه هو رح يعمل فيك. اذا انت اظهرت له مشاعرك رح يظهر، ما ظهرتش مش رح يظهر، هيك. ان شاء الله موفقين يا برج العقرب، وقولوا لي شو حكايتكم في التعليقات. هل الشخص هذا عن جد هيك صار القصة انه ارتبط شخص اخر لحتى يغيظك؟ واحكوا لي رايكم في القراءة يا جماعة. ولو سمحت اذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل جرس ليوصلك كل جديد، لا تنسوا الشير واللايك يا جماعة. شكرا.